يقول عندي منزل بعته بمبلغ من المال، نعم، وبعد مرور 6 أشهر اشتركت مع شخص آخر وفتحت محل تجاري، فمتى تتم زكاة المال؟ هل منذ بيع المنزل أو من عقد التجارة؟ الحكم لرأس المال، الحكم لرأس المال، ما هو للبضائع، رأس المال، فيبدأ حول الزكاة من ملكك للنقود التي شاركت فيها في المحل. فإذا تم حول على امتلاكك للنقود، فإن كانت النقود باقية زكيها بنفسها، وإن كانت النقود اشتريت بها بضائع فإنك تقوم البضائع بما تساوي وتخرج زكاتها. نعم.